السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بالسادة المشاهدين في حكاية على الهوى. حكاياتنا ما بتخلص، ومبنيين البرنامج على الأسرة أساس المجتمع. وكان في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن المراس وأحكامه الشرعية والقانونية، ولكن موضوع الحلقة النهاردة زي ما كنا بننوه عنها موضوع هام جدا جدا وخطير جدا جدا، وهو أسباب تأخر الزواج. هل أسباب تأخر الزواج دي سواء كانت ظروف مادية، غلاء في الطلبات، في المسكن، ظروف الآباء مع الشاب أو البنت، إصرار البنت على العمل أو الدراسة، وأيضا هيبقى محتوي الحلقة هنتكلم عن أسباب الطلاق أيضا، وخاصة الطلاق السريع. هنا في اختلاف ما بين أسباب الطلاق. الطلاق ده ممكن يجي بعد 10 سنين وعشرة، بس الظاهرة الأيام دي الطلاق السريع. هل الطلاق السريع ده جي ناتج عن عدم نضج، الفهم الخاطئ للرجولة، فشل في اختيار الشريك، خيانة زوجية، الظروف اللي على الانترنت وتكنولوجيا، ويكون في الاعتبار ان كل دقيقتين في حالة طلاق، يعني موضوع يخوف. ويشرفني ويسعدني ان يكون معايا في الحلقة الاستاذ المستشار القانوني خالد عبد الصمد. اهلا وسهلا بك استاذ خالد. حضرتك شفت المقدمة دي، وياريت نبتدي نتكلم عن أسباب تأخر الزواج في الظروف اللي احنا فيها دي. يعني ايه الأسباب الحقيقية او الأسباب الهامة؟ ان شاء الله يكون الحلقة مفيدة والكلام مفيد. وزي ما بنوه للمشاهدين ان البرنامج ده معمول ليكو، بننتظر كل الاتصالات وان شاء الله تلاقوا حل لكل مشكلة. بادئ زي بدء، نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد أستاذ كل أستاذ وملاذ كل ملاذ. وكما سبق أن قدمنا في الحلقة الماضية إن كل مشكلة لها أساس، إذا لم يراع هذا الأساس حدثت المشكلة واستشرت. ونحن إذا تحدثنا عن أسباب تأخر سن الزواج لابد أن نرجع إلى كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال القرآن: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. منهج القرآن وهدي المصطفى. يقول الحق تبارك وتعالى في صدر سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها آدم ومنه حواء، تمام، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءل به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لو نظرنا في قصة خلق آدم وخلق حواء لعلمنا أن المنهج إن اتبع استراح الناس. خلق الله آدم وأسكنه الجنة، وضرب عليه النوم لما استوحش، وخلق من ضلعه الأيسر حواء وهو نائم. قال ابن عباس عندما سئل لما خلقت حواء من آدم وهو نائم، قال: لأنه لو أحس بألم نزع الضلع ما حن رجل على امرأة. واتقوا الله الذي تسألون به، أسأل بكتاب الله بهدي رسول الله والأرحام لقرابة. ويقول سبحانه وتعالى أيضا في سورة النساء: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نحلة يعني هدية، أي أن المهر ليس ثمن للمرأة. لذلك يحدث خطأ كبيرا عندما يغالي ولي المرأة في مهرها، لأن المهر ليس ثمن والمرأة ليست سلعة، فإنها غالية عندنا. هي في المقام الأول أم، تمام، ثم أخت، فزوجة، ثم ابنة، وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وتتحدث آيات سورة الروم: يا أيها الناس أخلق، يا أيها الذين آمنوا، عفوا الآيات مشكلة، والقرآن غالب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، القرآن غالب وليس مغلوب. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. المودة والرحمة، فقدنا هذه الأشياء تحدث الخلافات وتأخر سن الزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لثلاث، وفي رواية الأربع: لمالها، لجمالها، لحسبها، لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وحدث ولي المرأة فقال:
إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي رواية للترمذي وابن ماجه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. تركنا هذه الأسس وتحدثنا عن مقتضيات العصر وغالينا في المهور وشددنا على الشباب مع انتشار الفساد الذي قال عنه الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يعني أستاذ خالد حضرتك من الحوار بتاعك اللي بنستفاد منه أن يكون فيه شوية ليونة في التفاهم بين الطرفين وما بين الأباء للشاب أو الشابة وأن هم يبقوا حنينين شوية في الطلبات بتاعتهم. نعم. وده ممكن يكون سبب من الأسباب الرئيسية في تأخر الزواج. نعم نعم. يعني لو تحدثنا عن المشاكل الاقتصادية والمغالاة في طلب المهر والتشدد في تأسيس المسكن الزوجية وغيره من الأشياء التي تؤثر تأثيرا سلبيا على الشباب، والبطالة والخوف من تحمل المسؤولية عند بعض الشباب، عزوف الشباب عن الزواج للسمعة السيئة التي ينشرها المتزوجون الذين حدثت لهم مشاكل في الزوجية تؤثر على الشباب، الفتاة التي عندها طموح أن تتعلم وأن تترقى وهذا يؤدي إلى بعدها عن طلب الزواج، عضل المرأة، حبس ولي المرأة ومنعها من الزواج لأسباب اقتصادية كما يحدث في بعض مناطق الصعيد عندنا، لا تزوج الفتاة لغير ولي حتى لا يخرج الميراث إلى الخارج، كل هذه أسباب تؤثر على سن الزواج. على سن الزواج. عفوا يا دكتور. فضل. معنا اتصال. فضل. الأستاذة سناء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. كنت عايزة أسأل الدكتور، بنت صاحبتي متجوزة. فضل. وعندها ولد وبنت، بس البنت ذو احتياجات خاصة، وأثناء الكورونا استغنوا عن وظيفة الزوج، وحالته النفسية كانت سيئة جدا، صوته عالي في البيت وخناقات، ومراته هي اللي بتصرف عليه وعلى الأولاد، وبعدين هو مش عاوز يشوف أي شغل تاني، أو بالأصح مش عاوز يشتغل أي شغلة دلوقتي، يعني دلوقتي البنت مش قادرة تعيش لوحدها، خاصة إن عندها ذو احتياجات وعايزة مساعدة الزوج. مامتها بتقول لها اتطلقي، بس هي بتقول ان ممكن يساعدني في تربيه الولاد والبنت اللي هي ذو الاحتياجات دي. تعمل ايه؟ تتطلق تسمع كلام مامتها ولا تكمل مع الراجل دوت اللي مش عاوز يشتغل؟ يعني حضرتك اللي انا فهمته يا استاذه سناء ان الزوج فقد عمله. وجالس في البيت، بس الزوج سليم صحيا ومفيش مشاكل خالص. كل حاجه، بس هو عاوز شغل تمام. معين. والزوجه بتشتغل. مدرسه. الزوجه بتشتغل مدرسه وعنده ولد وبنت، ولكن البنت ذو احتياجات خاصه. ايوه. طيب ما هو ما عندوش اي ابداء بان هو يدور على شغل، او يعني المعامله تبقى كويسه ما بينه وما بينها، على الناس يقول لها يعني يبقى في امل ان شاء الله ونلاقي شغل والامور تتحسن، ولا هو مثلا يعني ما بيعملش اي محاوله او اي مساعده ان يلاقي شغل؟ لا، هو عاوز شغلان يعني متفصله عليه، مش عاوز ينزل. هو كان بيشتغل ايه؟ كان بيشتغل ايه الاول؟ طيب الزوج كان بيشتغل ايه؟ كان هو مهندس. مهندس وفقد شغله، وانت بتقولي ان ام الزوجه هي بتساعده كمان بالفلوس. بس انت بتقولتي في الحوار ان ام الزوجة بتطلب، يعني بتقول لبنتها انها هتتطلق. ايوه. والبنت بتقول ان هو ممكن يلاقي شغل واموره تتحسن. وعشان يخلوا، بالاخص ان بنته عندها احتياجات خاصة، يعني بنتهم هما الاثنين يعني. طيب في اي حاجة تانية عايزة تقوليها قبل ما ننهي المكالمة؟ تسمع كلام مامتها وتتطلق ولا تستناه لحد طيب. ما يشوف شغل. خلاص يعني شكرا استاذه سناء، وخليك مستمعة للمستشار خالد. هو النصيحه ان تصبر، وجود الرجل في البيت له اثر كبير، وبخاصه مع الفتاه التي تحتاج الى معامله خاصه.
لن يتحملها احدا غير ابيها. وان كان فقده للعمل باسباب خارجه عن ارادته فلتصبر معه. وهذه الزوجه التي قال عنها النبي تنكح المراه لثلاث وفي الورى الاربع لدينها. فالمراه التي عندها دين تتحمل زوجها في شدائده وفي مرارته وفي كرباته، وعسى بوقوفها الى جواره يحمد هذا لها في المستقبل، وتكون اسره طيبه تكون على نسق القرآن وهدي المصطفى العدناني صلى الله عليه وآله. جاءت امرأة ابن مسعود إلى النبي وقالت يا رسول الله إن عندي ذهبا أردت أن أتصدق، فقال ابن مسعود أنا أولى فما أفعل؟ قال ضعيه لزوجك فهو أولى به. المرأة تعطي صدقاتها أي زكاة مالها لزوجها، والعكس غير صحيح، لأن الرجل هو القوام مسؤول عن الإنفاق. فإن حدثت له كروبات وفقد عمله أو فقد مصدر رزقه أو كان قليل المال، جاز للمرأة أن تعطي زوجها من مالها الخاص. وهذه هي الأسرة الصالحة التي تربت على المنهج كتاب وسنة. يعني حضرتك بتقول إن هم تصبر على زوجها، تصبر على زوجها. بالأخص إن أنا يعني اتفضل أستاذة آية. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا أستاذة آية. طيب اتصلي تاني يا استاذه ايه، منتظرينك. طيب دلوقتي يعني حضرتك باللي انت بتقوله ده يعني كلام واقعي جدا جدا. اولا يعني انا من رايي الشخصي ان الظروف اللي بنمر بيها مش في مصر او في البلد هنا، انا بكلم على ظروف وانا لمستها بنفسي حتى في 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 وقت السفر بتاعي وكده، ان الظروف دلوقتي الاقتصاديه بتاع العالم كله، اللي بيفقد شغله، اللي ما بيلاقيش شغله، اللي فلوسه كلها صرفها في الايام الصعبه بتاعته، خاصه الظروف بتاع الكورونا. ولذلك انا اؤيدك على ان الزوجه لازم تستحمل شويه هذه الظروف عشان يمر من المرحله الصعبه اللي هو فيها، وبالاخص ان هو مهنته مهندس. نعم. فاكيد برضه بيدور على نفس المجال ونفس التعليم اللي هو اتعلمه عشان يكمل المسيره بتاع حياته. ونحن نحتاج ان نرجع، عفوا نرجع فضل الى المنهج. قال صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصه وتعود بطانه. فقدنا الاساس أكيد. والوازع الديني، وبعدنا عن المنهج. والنبي يقول تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. تمام. هذه المخالفه تجعلنا نلجا الى المحاكم، محاكم الأسرة، من قبلها محاكم الأحوال الشخصية والخلافات على النفقة وغيرها، والخلافات على الضرر وسوء العشرة، والخلافات حتى أن بعض الناس تضحي بالأسرة وتلجأ إلى الخلع حتى تنتهي من قبضة من لا يحسن عندما أخطأت الاختيار. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. تمام. ناخذ اتصال دكتور. تفضل. مدام سامية من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضلي يا مدام سامي. بنت جارتي ابنها عريس. العريس دوت محاسب وعنده شقة، وهي عندها 35 سنة. قبض بالعريس ده وحصل ارتباط. تمام. هو للأسف شاف أختها وأعجب بيها وطلب إن هي تقابله لأنه معجب بالبنت الصغيرة بأختها التانية. طبعا اختها رفضت وقالت لاختها فوجهت له كلام، قالت له اختي بتقول كذا وكذا، قال لها دي كذابه. طب في الخطوبه ولا كده؟ بس انا بشوف هو عنده وظيفه وانا يعني مستخسراه، بس في نفس الوقت يعني اختي بتقول حاجه مش كذابه. يعني في الجنه وعين في النار. تكمل ولا تفسخ؟ طيب ماشي. متشكرين يا مدام سامي. نقوله بالله التوفيق يعني، وبالبلدي كده عين في الجنه وعين في النار. لا، نقوله بالله التوفيق. جاء رجل الى الحسن البصري وقال تقدم لابنتي جماعه او رجلين ذا مال وذا دين، من ازوجها؟ قال لمن عنده دين، ان احبها اكرمها واذا كرهها لم يظلمها. هذا الرجل منذ ان دخل البيت تعدى حرمات وسعى لإفساد العلاقة الأسرية والرحم ما بين أخت وأختها. أخت.
لا يصلح بالكلية، حتى وإن كان أنو شروان، حتى وإن كان قارون، حتى وإن كان أغنى رجال الدنيا، فإنه يدخل بفساد، بفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الرحم، فقال لما خلقها الله ارتجت تحت العرش، فقال المولى اسكني يا رحم، قالت لا أسكن حتى أعرف مقام العائز بي منك، قال يا رحم من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. هذا رجل إن كان ذا منصب ومال وجاه وحسب يأتي لك يقطع الأرحام، فلا حاجة لنا فيه. بحس إن هو كده دخل هيعمل حزازية ما بين الأختين وهيفسد العلاقة. تبنى إلى الله. طيب الرد قاطع. نعم. طيب عندنا اتصال من المنصورة. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. بقول لحضرتك ايه؟ اتفضل. انا عندي مشكلة ما بعد الطلاق. ما بعد الطلاق، يعني حضرتك انت مطلق. معلش اصلا انا عملت كل اصل موضوع الطلاق دي تقعد تتكلم في شكل كتير. دلوقتي عندي مشكلة مع الطلاق، انا راجل جد حضرتك ومراتي بتطلق، طول ما الطلاق ما توافقوش، رغم ان انا عملت كل ما بوشي. تمام؟ ما توافقوش، ابني بره المحافظة، بره في غربة، وانا اللي بدفع النفقة بالامر. لو ما دفعتهاش بيجي عليها حكم. سليم؟ تمام. ما حدش ربي، ما حدش يدفع لاولادي الا انا. دلوقتي بقى لي 3 سنين بحكم القانون ان انا ما اشوفهمش. واحد جد ولاد ابني بحكم القانون ما اشوفهمش. سليم؟ انا قانون الرؤيه ده انا ما ارضاش اعمله. انا عايز الصغير يجي عندي، يجي بيتي، يجي ولاد عمه، تمام، ولاد عمته، شوف اخواته، كل الناس قليله، مش قادر اخد هذا الرأي. واحد اتنين، لو سمحت اصبر عليها شويه. لا اتفضل اتفضل. هي اتجوزت، معلش خاطري. لا اتفضل. هي اتجوزت والقانون نعم. بيقول ايه؟ القانون بيقول يا استاذ ايه؟ والام ثم ام الام. نعم. هي على الورق ام الام. راحت للحضانة الأم، الأم دي عجوزة لا تدري عن نفسها شيء، ما تعرفش تخدم نفسها. يبقى البنت مع مين؟ ما زالت في أمها، حضن أمها. هي مش في حضن أمها، هي في حضن جوز أمها. طيب نسأله زوجة حضرتك على قيد الحياة؟ ممرضة. نقول له زوجته على قيد الحياة؟ بقول لحضرتك الزوجة على قيد الحياة؟ زوجتك حضرتك على قيد الحياة؟ نعم. زوجتك موجودة حضرتك؟ أنا لا أكيد ماتت، ما شافتهمش والله يا ابني، والله ما شافتهم، طب لابنك عندك بنت كبيرة؟ الوقت البنت ابني بتبات مع جوز أمها. وإحنا هنقول لحضرتك إن شاء الله الحل إيه؟ الحل، قول الحل إن شاء الله. صوتك تقول الحل، أعمل إيه؟ إن شاء الله حضرتك. بص يا استاذنا، ان يعني الـ الاستاذ خالد هيرد عليك دلوقتي، وفي نهايه الحلقه اخر 5 دقائق بنسيب رقم المستشار، ممكن علشان نقدر يعني نسمع بـ 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 يعني باستفاضه اكبر. اولا من المآسي التي نتجت عن قانون رؤيه الصغير ومواده، فانه طالما ان الولي الطبيعي اللي هو الأب على قيد الحياة، الرؤية له ويحرم منها الولي الشرعي اللي هو الجد الذي تحدث الآن، لأن في ولي طبيعي موجود. زواج المرأة يفقدها الحق في الحضانة والترتيب لأمها ثم أم الزوج، فإن كانت أمها لا تصلح وأم الزوج لا تصلح أو توفت، فلأختها ثم أخت الزوج بالترتيب. فلنا أن نبحث من لها الأولوية تطالب بحضانة الصغيرة، وأمره سهل جدا لزواجها بأجنبي عن الصغير، بأجنبي عن الصغير. تمام. وعندما تضم ابنتك إن كانت لك ابنة توفرت فيها شروط الحضانة، تضم ابنة أخيها، سوف تتحقق لك الرؤية، حتى يحدث تعديل تشريعي يبيح للجد أن يرى أبناء ابنه، لأن هذه مأساة، مأساة لعنة الزوجة. وهنرجع تاني نقول من الأول أخطأتم. تمام. في الاختيار، فأصبحت الفتاة كحبات القمح بين دفتي الرحى، ما بين أمها وطليقها وأبيه وهكذا. هذا يعنت وهذا يعنت، والضحية الأبناء.
ما هو طبقا لكلامك استاذ خالد، اتفضل. في بما يقارب هنا في مصر حوالي 7 مليون طفل وطفله بيتعذبوا وبيتألموا من تأثير يعني بعض الطلاق. يعني في عندنا اساسا حوالي 14 مليون حاله طلاق، وال14 مليون دول بيأثروا وليهم اطراف بيوصلوا ل 28 مليون بيتأثروا بحالات الطلاق، اصبح نسبه كبيره جدا. ومنها 7 مليون طفل وطفله بيتأثروا بعد اللي هم بيبقوا من غير الاب او من غير الام. المشكله ان الاب والام النهارده هم من المفترض ان الاب والام يكونوا واعيين جدا جدا لهذه المشكله. للاسف هم ينقلوا العداوه الى الصغار. يعني للاسف الشديد، يعني انا ارى في بعض اماكن الرؤيه أطفال ينفرون من آبائهم. أكيد. لماذا؟ الأم. لحديث الأم. حديث الأم. لحديث الأم وتخويف الأم. آه. مع أنه سوف يكبر وسوف ينتقل إلى أبيه. توغر صدره وهذا مخالف لشرع الله وهدي رسول الله. غير بيقول لك إن المحاكم الأسرة بالطوابير، السيدات بالطوابير. بعض محاكم الاستئناف زي محكمة الاستئناف المنصورة كانت إدت للأب حق استضافة ولم يقر قانونا. لأنها نظرت بروح القانون وليس بنص القانون. طيب. الأب يحتاج إلى أبنائه. معانا اتصال تاني من الغربية. أستاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشكر حضرتك والله على البرنامج الجميل حضرتك. والحلقة الجميلة دي والله. شكرا أستاذ محمد. شكرا. أنا بس عندي قصة، يعني زميلي كان متجوز وبعد الخلفة اتطلقوا كل ده عشان كان مراته بتعامله وحش بعد الخلفه على طول مباشره، يعني مفيش، كان مخلف بعد اسبوع وحصلت بينهم مشاكل وانا اتدخلت وقلت له ما ينفعش ان انت يعني المشاكل والحاجات دي المفروض تصبر عليها عشان الحمل واول الحمل، وكان السبب كله ان هي بتقعد تزعق في البيت وكان مأثر معاها الحمل قوي يعني، واتطلقوا. وانا بحاول ان انا عايز ارجعهم، فكنت بس لو نصيحه، هو ده اللي المفروض بيسمعكم دلوقتي، يعني نصيحه ان هم بس عشان يرجعوا لبعض. استاذ محمد، هو دلوقتي أيوة. مين من البدايه مين اللي طلب الطلاق؟ يعني مين اللي سعى في الطلاق؟ الزوج ولا الزوجه؟ لا الزوج. كل المشاكل عشان هي مش عايزه طيب. تصبر عليه. يعني الزوج لان ممكن هي جالها توتر وعصبيه من بعد الخلفه، ممكن تكون هي مش واخده بالها من الموضوع، ولكن ممكن أيوة. يكون اصابها اي مرض عصبي او اي شيء في الاعتبار، انا ما اعرفش، الله اعلم، ربنا يديهم الصحه. بس طبعا الزوج هنا يعني اخطا، لان هو هنا في تغيير حاله. الاول هم كانوا عايشين ما فيش مسؤوليه وما فيش دوشه، فبعد ما يجي الابن يعني الطفل دوا ممكن تكون هي اعصابها يعني ارتبكت شويه او مش واخده على الموضوع، وبالاخص ده اول مولود يعني. اول مولود، وانا قلت له روح للدكتور، وراح فعلا الدكتور قال له ان ده يعني بقى عصب حمل وتوتر حمل ما بعد الحمل يعني. صح. يعني طيب. بعد الخلفه يعني. استاذ هو قال لي لا انا زهقت خلاص وزي ما تمام. شكرا يا استاذ محمد، وخليك مع الاستاذ خالد. يعني نقول وبالله التوفيق، هيشرح لك حالتك. يقول صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا: ايما رجل صبر على سوء خلق زوجته إلا أعطاه الله من الأجر مثلما أعطى أيوب عليه السلام. سوء الخلق ليس فسادا والعياذ بالله أو معصية، ولكن يرتفع صوتها، تتعامل بحدة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الحجرة مع السيدة عائشة فتلاحت، يعني اختلفت معه، فجاءت أم رومان فوجدت عائشة توكز النبي، تلكزه في صدرها هكذا، فقالت: يا خاسرة نفسها، ماذا تصنعين؟ قال النبي: دعيها، فإنهن يصنعن أكثر من ذلك وأنا أصبر، رفقا بالقوارير، خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي، لابد أن يصبر عليها. وقلنا خرجت من سعة بيت أبيها إلى ضيق الحال في بيتك وتحمل مسؤولية، وكما تحدثت حضرتك قد يصيبها القلق النفسي وليس المرض النفسي بسبب عدم تمام. القدرة على تحمل المسؤولية، ودي من أسباب العزوف عن الزواج. تمام. أنها أصبحت أما وأنها سوف تقوم وتنام مع الصغير، هذه أمور قد لا يتحملها البعض لأنه لم يربى عليها في بيته. تمام. فقدنا الأسوة أكيد والفكرة الصحيحة عن الزواج في البيت. طيب قبل ما أخذ الاتصال اللي بعده، يعني بنوجه رسالة للأستاذ محمد، طبعا هو من صاحب المشكلة، جزاك الله خير لأنك بتسعى في الخير. بس أنا بنوه لكل المشاهدين، الحلقة بتاعتنا بتتعاد كل يوم الساعة 4 صباحا، صباحا.
ويا ريت زميلك يعني يتفرج عليها ويكون سمع لكلام المستشار خالد. طيب ناخد الاتصال اللي بعده. استاذ صلاح السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. في واحد صاحبي عنده بنت تاريخ وبسرعه كده قروا الفاتحه ويلا يلا خلال شهرين ثلاثه البنت. والعريس كان في فتره الخطوبه ملاك من السماء. بعد ما اتجوز وخلف بنتين اتضح ان هو بيشرب ومدمن. رجع من بره شارب وتعبان ويسكع في مراته تعمل له لحمه يقول لها انا قلت لك اعملي سمك تعمل له سمك يقول لها انا اعملي فراخ ويضربها. يعني هي تقريبا قاعده معاه بقى له 5 سنين يعني 4 سنين عند ابوها وسنه عنده. فهي دلوقتي ابوها على المعاش والدخل بتاعه كتير وعايزه تروح لابوها بس ابوها برضه الظروف بتاعته ما يسمحش ان هو يشيل البنتين ولاده وهو عشته غبيه ودايما يضربها ويلطشها. فبتقول يعني استاذ صلاح انت كنت بتقول ان هو استاذ صلاح هو بيتعاطى مخدرات ولا مشروبات؟ لا مخدرات. مخدرات. اتفضل كمل. طيب فهي دلوقتي البنت في حيره، ابوها ظروفه تعبان على المعاش وهو جوزها مش مريح وبيضربها يوميا. طيب. بيضربها يوميا. طيب. فدلوقتي تقول لك اسيبه، طب ما البنتين عايزين يتربوا. طب ابويا ظروفه صعبه فمش عارفه تعمل ايه ومحتاره. وانا اتدخلت في الموضوع ده 100 مره. الواد ياخد عهد خلاص اخر مره اشرب مخدرات وكان بيضحك علينا. وتاني يوم يشرب مخدرات. بس هي ما لاحظتش اي حاجه في خلال السنتين دول. هو شهرين يعني. لا هو شهرين يعني هي شهرين. هي اكتشفت ان جوزها بيشرب مخدرات او بيتعاطى مخدرات بعد قد ايه من الزواج؟ بيرجع تعبان او يعني يقول لها انا تعبان من الشغل ومش عارف ايه. بس لما لما يدمت العمليه فقال خلاص بقت ايه فطوعي ومش هتقول لابوها مش هتقول حاجه. بترنح في البيت عرفت ان هو بيشرب مخدرات. يا ابني عشان عيالك يا ابني بطل مخدرات مش عارف ايه اللي فيه. طب والموضوع ما طلعش بره الاسره، هو ما بينه وما بين زوجته بس. طيب يا استاذ صلاح. ماشي يا فندم. اسمع ان شاء الله حضرتك نرد ان شاء الله اسمع اسمع الاستاذ خالد هيرد عليك دلوقتي. شكرا. يعني كل المشاكل لمخالفه المنهج. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. تمام. يعني من الصعوبة أن أحكم على أخلاق إنسان في شهرين. هو جه جاهز معاه فلوس شقة يلا بسرعة خلص جوز بسرعة. وعندنا مثل في الصعيد لك قعدت الخزانة ولا جوزت الندامة. يعني البنت أنا بنتي أختي مثل الجوهرة أضعها في خزانة أغلق عليها لا أقدمها إلا لمن يستأهلها. تمام. ثانيا بعد شهرين ثبت انه مدمن، والنبي يقول من اقرض شارب الخمر اي المدمن سواء بقى مخدرات، بانجو، اي شيء، وانا اتعفف ان اذكر الانواع في هذه الحلقه الطيبه. من اقرض شارب الخمر فقد اعان على قتل مسلم، هي في خطر هي وبناتها. طيب. ان يعتدي عليها فقد يتجاوز فيضربها ضربه مميته. او انه يصل الى حد الادمان فيبيع عرضه. لها ان تطلب التطليق او تطلب الخلع وترفع دعوه نفقة لبناتها ومن يربي هو الله الذي يربي هو الله وليس مثل هذا. يعني أنت بتقصد يا أستاذ خالد تنفصل الانفصال لأنها سوف يحدث لها يعني مشاكل أكثر. ما تحاولش مثلا تقدم له أي مساعدة مدمن. في أن هو مدمن. يقلع عن هذه مدمن. العادة إن كانت عنده النية لا أراد أن يذهب إلى العلاج. لو تم علاجه مرحبا ولكنهم يعودون والعياذ بالله أسوأ تمام. عن تجارب تم مراعاتها ومتابعتها. نرجع إلى الاختيار الأول. بنتك في حضنك يا سيدي مستعجل على إيه؟ على أكلة وشربة؟ ها؟ وتستعجل تديها الواحد بعد شهرين يطلقها أو يبهدلها؟ نرجع تاني نقول يعني أنت كده يا أستاذ خالد إن أنا أفهمه أنت بتلوم الأب في الحالة دي؟ نعم طب ما يعني أنا لم أقل بالتحري لم أقم بالتحري. والسؤال هو في شهرين ولا شفته بيصلي. انا اللي عجبني ان هو بيجيب هدايا ويصرف وينفق ومعامله طيبه. اخذني هذا فدفعت ابنتي له. جه وقت اذان ظهر عصر مغرب عشاء وهو قاعد معايا قام صلى.
ناقشته في مسألة شرعية عشان أعرف حدوده إيه، لكن هو جوز وخلاص يلا مع السلامة. وبعد كده نقول البنت الآن تضرب وتهان وقد تتعرض إلى ما هو أشد من ذلك. طيب ناخد اتصال أستاذ خالد ونكمل. مهندس أسامة، السلام عليكم. أهلا وسهلا. نعم أهلا بيك. الله يحييك. اتفضل يا مهندس حسام. حسام عبد الحميد مهندس التواصل العالمي. مهندس حبيبي. المهندس حسام اهلا وسهلا. اتفضل يا باشمهندس. اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. الله ينور يا رجل. الله يخليك. اتفضل. انا سعيد جدا ان انا اول مره اشوف حلقه جميله ومع رجل جميل ما شاء الله عليه. سعاده المستشار خالد انا معجب بيه جدا وردوده الرائعه. ربنا يكرمك. حلقه جميله جميله ما شاء الله اشكره. الله يبارك في حضرتك. رجل الايمان باين على وجهه ما شاء الله وبيدي نصائح من القلب للقلب اكيد بتوصل للناس. يا رب تقبل يا رب. فانت اخترت احسنت الاختيار اليوم في البيت وعاوزين نعرف بقى اسباب تاخر الزواج ليه في مصر كده اسباب تاخر نخش في نفس العمليه على طول. ان شاء الله ان شاء الله المستشار خالد يقول كل ال ال البنود المطلقه بتاع التاخر في الزواج. نعم نعم. طيب عندك اي استفسار تاني يا مهندس حسام؟ نعم. اي استفسار تاني؟ هعمل استفسار تاني. طيب نعم. ايوه شكرا. طيب اقول لك ان شاء الله حلقه الجمعه القادمه اذا انت فضل. ممكن نرتب مع بعض وان شاء الله هتكون فيها اشياء حلوه كتير زي الحلقات الاربعه اللي عملناها مع بعض قبل كده ان شاء الله. مهندس حسام ده انت تشرفني وتنورني والله. شكرا مهندس حسام. اتفضل. يعني احنا لو قلنا دلوقتي رجع تاني لنفس الاسباب تاخر سن الزواج الخوف من تحمل المسؤوليه حب النفس الانانيه زي ما قلنا ان البنت اللي عايزه تكمل في دراستها ومناصبها والعمل تعزف عن الزواج فقدان الثقه في الجنس الاخر الدعايه السيئه من متزوجين كما ذكرنا مشاهده الافلام الاباحيه الانترنت. المتاحه على الانترنت للشباب بعض البرامج الاعلاميه والمسلسلات التي تسيء الى العلاقات الانسانيه وتكوين الاسره بان تحمل ثقافات غربيه لها تاثير سلبي على الشباب اكيد في المقام الاول عدم مراعاة أسس التربية الصحيحة التي حثنا عليها النبي حيث قال لاعبوهم لسبع صاحبوهم لسبع أدبوهم لسبع علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أسس أساسية إن تربى الغلام عليها أو الفتاة خرجت للمجتمع وقد امتلأت بأساس يدفع عنها كل ترهات الفكر السيء الوارد من الخارج فقد خرجت محملة بضمان ديني محمدي وأخلاقي اجتماعي فلا تتأثر بأي وارد بفكر منحرف. يعني أستاذ خالد هل تعتقد أن التأسيس السليم للأسرة سواء كان أخلاقيا أو إسلاميا أو خلافه ممكن يتغلب على الظروف الاقتصادية؟ نعم. وأن برضه ممكن نقلل النسبة الملايين دي في التأخر في الزواج؟ نعم نعم أساس يعني إحنا عفوا يعني أطير تهنئة لكل مستمعينا ومشاهدينا فنحن في ختام العام الهجري نستقبل عام الهجري. طيب تصبح السلامة سيدي. تحية لكل من يرانا واسمعنا. جنود الهجرة شباب جنود الهجرة شباب أول فدائي في الإسلام سيدنا علي شاب أول صاحبة إمداد وتمويل السيدة أسماء ذات النطاقين شابة عامل التمويه والإخفاء عامر بن فهيرة شاب أول استخباراتي في الإسلام عبد الله بن أبي بكر شاب ما شاء الله كل هؤلاء كانوا عناصر نجاح الهجرة والهجرة رحلة تكليف أما الإسراء فرحلة تشريف التشريف سبحان الذي أسرى البراق من مكة إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماء في لمح البصر أو أقل وقف الزمن فيك. أما الهجرة فهي رحلة التكليف لابد أن يتعلم الناس كيف يتحملوا ويأخذوا بالأسباب الله قادر أن يحمل النبي من مكة إلى المدينة إلا أنه درس لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا السعي الأخ المهندس اللي هو فصل يسعى
فإن عجزت الأسباب فليعلم أن مسبب الأسباب يريده أن يتوجه إليه هو. يكون يا رب يكون عنده الفكر يقين هو ما يتخلاش عن يتحرك أسلوب. الحركة ما يتخلاش عن أسلوب. زي بالبلدي كده ما قالوا أبائنا الحركة بركة. صح الحركة بركة. طيب ناخد من القاهرة الأستاذة ميرفت. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا عندي سؤال. اتفضلي اتفضلي. لما يكون البنت مطلقة والأب خلاها بتولد وخد عشها وحاجتها كل ده علشان خاطر إن الدكتور قال لها ما تسافريش المكان اللي هي متزوجة فيه وتولد هناك وكان غصب عنها، خد عشها ومشي، والمهم إيه لغاية دلوقتي ما خدناش حاجتنا. مش هو ده السؤال برضه؟ الولد مش مشافوش لغاية دلوقتي، وهو اتجوز وخلف الكلام ده من سنتين ثلاثة. تمام. اتجوز وخلف، والأب بيجي يشوف رغم إن هما ما ساعدوش في الصلح ولا في أي حاجة، وبيجي يشوف الابن وكل حاجة وما بنقولوش لأ. السؤال هنا حضرتك، البنت خايفة تتجوز ده ياخد ولد، طيب وهو اتجوز وخلف، طب لما هي تتجوز وياخد منها الولد، طب الأب يسافر بره في أوروبا، ازاي يسمح ان الابن دوت يسافر اوروبا؟ تشوفوش بعد كده، مش هتشوفه خالص، مش دخل القاهره، يبقى نعمل ايه؟ تمام. المشكله مش مشكله، طب هو لو عايش في القاهره وخده ماشي، هتقدر تشوفه وهو يشوفه سوا، الزوج عايز يشوف ابنه سوا، الزوج عايز يشوف ابنه، هيبقوا في القاهره او تبع جمهوريه مصر العربيه. لكن لما يكون مسافر وعايش عيشته كلها في اوروبا، بينزل في السنه شهر او يمكن كل سنتين ثلاثه ينزل بقى مره، وبعد ابوه وامه بعد عمر طويل ما يتوفوا يمكن يتعايش هناك على طول. تمام. كل الام بقى هتشوف ابنها ازاي وهو مسافر بره. يعني انت دلوقتي يا استاذه ميرفت، يعني دلوقتي الـ 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 الزوجه او الام دلوقتي ابنها معاها، خايفه عنده كم سنه، خايفه تتجوز الابن. الابن عنده، الابن عنده كم سنه؟ طيب أربعة. أربع سنوات. أربع سنوات. أه اتفضل. طب خليكم على الأستاذ يقول لك الناحية الكل. إحنا بيجي يشوفوا الأب، لكن الجد وأهله بيجي يشوفوه، لكن الأب مسافر. طب يا أستاذة ميرفت، أربع شهور لغاية دلوقتي ما شافوش. عشان بس في حتة قانونية هنا المستشار خالد هيوضحها. هنرد عليها. حق الرؤية ثابت للولي الطبيعي اللي هو الأب المهاجر. بيجي، لا بيجي البيت على فترات، على فترات وبنقول حرام. يعني انت تؤدي، انت تؤدي الخير في ابن اختك وليس فيهم، فلا يحرم من اهليته. انت بتخلي ابن اختك يبقى ينشا نشأة صحيحه، لا يحرم من جده، ده ابن من اهليته. حبيبي حبيبي او ابن حبيبي. او ابنك، اصبري على ابنك. ابن بنتي حضرتك الجده. بيجوا. طب اسمعيني حضرتك لو سمحت، لو سمحت اسمعيني. أنت تساعدي على نشأة صحيحة لهذا الغلام ألا يحرم من أهليته أولاً. ثانياً، أيهما أولى بالرعاية؟ الزوجة الأخت يعني اللي تزوجت ولم توفق وطلقت وتزوج زوجها ما بين في حيرة ما بين ابنها وما بين حياتها أرى أنها انت لا أنا خليه بس بنت حضرتك، بنت حضرتك، ما بين ابنها وما بين حياتها الشخصية. أكيد. أيوة. صح. تتزوج سوف تنجب. أيوة. هي الآن معها كنز ابنها، فلتتقي الله. أيوة. تتقي الله فيه ولتؤجر فيه، ويكبر معها حتى إذا ما بلغ سن المطالبة الابن سوف يختار أمه عندما يخير. بعد ذلك تتزوج لا تتزوج، هي مع ابنها وابنها خير من الدنيا وما فيها. ابنها لها خير من الدنيا ما فيها. هتتجوز حضرتك، هياخدوا الولد منها، وهنخش في قصه من اولى بالحضانه والرعايه، وتيجي تعمل لك مشاكل وتقول لك ابني، وبعد كده ما هو انت تركتي ابنك من ايدك. اصبري على ابنك، اصبري على ابنك، اتقي الله فيه فلا يفقد اباه المهاجر وامه التي سوف تتزوج. شكرا. وان كان الزواج حق لها، وان كان الزواج حق لها. شكرا استاذ ميرفت. شكرا. يعني هنا استاذ خالد النصيحه بان هي يعني هتتجوز مع ابنها، تبني حياه جديده وتهدم حياه طفل. هي كانت محتاره ما بين الحياه الجديده وزواجها، تتقي الله في طفلها ابنها، تتقي الله في ابنها. بالتالي هو ده يعني تؤجر فيه، هو ده اللي انا تؤجر فيه السليم برضو. يعني دلوقتي
مستشار خالد، احنا كنا بنتكلم على اسباب الطلاق، بس في ظاهره دلوقتي اللي هو الطلاق السريع. نعم. يعني بتجيلي يعني حاجات انا حضرتها بنفسي، اسبوعين طلاق، شهر طلاق، خلف ويطلق. يعني ده راجع لايه؟ يعني ايه اللي يعني الحاجات دي انا كنت بشوفها، بما ان انا يعني قعدت في اوروبا سنوات طويله، كنت بشوفها في الدول الاوروبيه وكنت بستغرب جدا. اللي بشوفه في الدول الاوروبيه دلوقتي بقت بشوفه دلوقتي هنا، مش هي دي الحاجات اللي احنا كنا يعني شفناها زمان؟ او يعني الطلاق ده كان حاجه كبيره جدا جدا مثلا من فتره بعيده، دلوقتي الطلاق عادي جدا جدا. هو الزواج السريع في قعده يتلم الزواج طلعه. السريع الزواج السريع يستر اهتزاز نفس وخوف من تحمل المسؤوليه وعدم ثقه، تمام، فضلا انه قد يكون له تجارب قبل الزواج فيفقد الثقه في الزوجه مع اول احتكاك تنفصم عرى هذه الزوجيه، لاننا لم نحسن الاختيار اساسا. هي القضيه اختيار في الاساس، اختيار في الاساس، ولكننا لا نقول اختيار هو قدر الله سبحانه وتعالى، فمن اراد ان يعالج فليصبر كما قال النبي، ايما امراه صبرت على سوء خلق زوجها أعطى الله بعجب السماء أعطى آسيا بنت مزاحم. وإحنا قلنا سوء الخلق مش معصية أو خيانة أو كذا، انفعال، عدم إنفاق، تقتير، بخل، بعض إساءة في بعض الأدب والحديث، كل هذا يعالج. طيب أستاذ خالد هناخد اتصال ونرجع لحاجة مهمة برضو، قرار الخلع من السيدات حيث ازدحمت المحاكم وطوابير طويلة. أيوه. طيب أستاذ تقي، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يزيدكم بالعلم وبالإيمان يا بيه. يا رب. الله يخليك. تقبل منه ومنكم صالح الأعمال. ربنا يبارك لك. يا سيادة المستشار. اتفضل يا فندم. أنا كنت سألت سيادتك في السؤال دي قبل كده وأنا ما سمعتش الإجابة، والنبي تدينا الله يديك الصحة. تحت أمرك، اتفضل. الله يرضى عليك، الأمر لله. أنا راجل فوق عندي 67 سنة. أيوه. وكل خلف في بنات. ايوه نقول الحلقه اللي فاتت. نعم وربي عني بقى معايا 9 فدادين ونص ما شاء الله، وليا اخوي ما ليش الا اخ واحد مهندس وطلع على المعاش عندي 69 سنه. نعم. وعمل لي شيك مزور ب 700,000 جنيه وطلع براءه. ورجع اشتكاني بارض والخبير جه عين وما طلعلوش اي حقوق عندي من اصل. تمام. فالمهم الناس الطيبين قعدوا يقولوا لي عايزين نخلف بنت ثانيه، لا مش عارف ايه، ادي له اي حاجه، المهم اديت له نص فدان. بتاع الجمعيه الزراعيه. بتاع الجمعيه الزراعيه. بعد ما اديت له نص فدان المنيا بتاع الجمعيه الزراعيه واشتكاه. فجئت يا بيه، فجئت لقيته جايب لي حكم بعد ما كتبت له نص فدان، جايب لي حكم بعدم تسليم الميراث. نصف فدان. نصف فدان. مش ميراث يا عم الحاج، نصف فدان اللي انت بعته له. اديته له كتبته له بقى وشيل. ايوه. فلقيته قام رايح رفع عليا قضيه بالاستلام، واللجنه اللي كانت قاعده والناس الطيبين كانوا قاعدين قالوا له انت تستنى لما الزرعه تطلع، لان ما ينفعش يتقطع عليه والزرعه في الارض. نعم. ده اخوه. ايوه. اعمل ايه يوبك صواب وعرفنا. انا بقى عمري في حياتي ما رحت. طيب انا حضرتك هرد عليك، والتليفون في اخر الحلقه تحت امرك، المكتب تحت امرك. استاذ تقي، التليفون بتاع المستشار خالد هيبقى هو موجود دلوقتي حاليا على الشاشه. احنا قلنا لحضرتك اتفضل او تراجع الحلقه تاني الساعه 4 صباحا لكن هنرد عليه. هنرد عليه. اسمعنا دلوقتي كمان. خليك معانا على التليفون يا عم الحاج. هو المشكله عايزه تاني. خليه معانا على التليفون. طب خليك على التليفون. اولا فيما يتعلق باموالك، لك مطلق الحق ان تكتب لبناتك ما شئت. وانت اخطات عندما دفعت لاخيك مثل هذه الاموال اللي هو نصف فدان. هو عمل دعوه تسليم، من حقك تعمل دعوه صوريه وتثبت ان العقد ده وصوري ولم يتم تقاضي مال بشانه، ونبطل هذا العقد. نبطل هذا العقد. وحديثك مع بناتك، انت حر تكتب لبناتك ما شئت، لان مثل هذا العم لا يصلح ان يكون عصبه، يحمي. اصل جاي عليها حكم غيابي ب6 اشهر يا سيدي. انت حضرتك يعني نرفع ارفع دعوه
السوريه وبتعمل اجراء قانوني توقف الفصل في الدعوه لحين الفصل في الدعوه السوريه. شكرا يا تحت امر حضرتك. شكرا شكرا استاذ تقي. يعني اللي انا بستعجب له استاذ خالد يعني وصلنا لمرحله ان هي دي الاخ ما هيبقى بيل ودراع عامل لا وبعدين ده مش واحد غريب هو بيتكلم دلوقتي على اخوه. هو القضيه تعجل ميراث لم يثبت بعد. يعني لم يثبت بعد حضرتك بالبلدي كده الراجل عايش ربنا يديه صحته طول العمر يمكن اخوه يموت قبل منه اكيد. احنا للاسف نتحدث بمفهوم خاطئ مخالف لشرع الله. يقول لك اصل هو عايز يحرم اخواته من الميراث. من ادرك انه سوف يموت قبلهم؟ ومثل هذا الاخ ايرعى بنات اخيه؟ بالله عليك للساده المشاهدين بالله عليكم مستحيل. يرعى بنات اخيه مستحيل. ام انه يضيعهم؟ يضيعهم طبعا. انا على قيد الحياه لي مطلق الحريه ابيع اشتري اهب افعل ما شئت ما شئت تامينا لبناتي وليس منعا لحق ميراث لاننا لا ندري من يسبق الاخر وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. تادبوا مع الله اكيد تادبوا مع الله من يدري من يسبق قبل الاخر. بقت مش طبيعيه للاسف. طيب تسمح لي بان انا اخذ الحاج رجب. سلام عليكم من الاقصر. سلام عليكم الله ازيك يا حاج رجب؟ الحمد لله. انا بحييك انت وسياده المستشار والله الله يكرمك معاك. الله يخليك يا حاج رجب. الله يكرمك يا عم رجب. والله قناه الصحه وجمال دي خلي بالك عملت مزاده جميله والله. قناه الصحه والجمال من اجمل القنوات المفيده واللي نقدر نستفاد منها حقيقي يعني. ولذلك احنا على قناه يجينا الشرف ان احنا على قناه الصحه والجمال. اتفضل يا عم رجب. يعني عندي سؤال لسياده المستشار. اتفضل يا عم رجب. اتفضل يا حاج رجب. أستاذ حسام اتفضل المستشار معاك. اتفضل يا فندم. الو اتفضل المستشار معاك. عندي سؤال بالنسبه للتحايل. بعض الناس بيتحايلوا على القانون اللي هم بيتطلقوا ويتجوزوا عرسي عشان ياخدوا المعاش. نعم. اللي هم الزوجات. نعم. بتحايلوا على القانون. ما راي الدين في الموضوع ده يا سياده المستشار؟ اقول وبالله التوفيق نصلي ونسلم على حضره النبي السلام. صلى الله عليه وسلم. جاءه سعد بن ابي وقاص وقال ادعو الله لي ان اكون مستجاب الدعوه. قال اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. في هذه العمليه افتئت على حق كل المشاركين في العمليه التامينيه. احنا النظام التاميني باللغه القانونيه اسمه نظام اكتواري يعني كله يضمن الكل. فإذا ما احتالوا بالتطليق وقامت فأخذت معاش أبيها تأخذ من حق الآخرين وهذا أمر تمام. مخالف لشرع الله. حاج رجب شكرا. حاج رجب أنا مش عارف وقت الحلقة بيروح فينا أستاذ خالد يعني بسرعة جدا. كنا عايزين نتكلم عن الخلع بس هو بس انا بدي نصيحه للازواج عند الاختلاف لا تتسرع بانذار الطاعه. عند الاختلاف تصبر وارسل الاهل العقل والحكماء للاصلاح ولا تتسرع بانذار الطاعه. فان انذار الطاعه يعقبه اعتراض وقد يخول للزوجه ان تضيف طلب التطليق للاعتراض فهو طلب باستحكام نفور المحكمه تطلق على الفور. تمام. فقال ما تداش المفتاح حضرتك يعني خالد. واصبر على زوجتك. اكيد يعني لازم الصبر. دي نصيحه قانونيه جميل. استاذ خالد انا بحب الدقيقه الدعاء قبل الله. ما وبعد كده اختم يا رب ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اصلح ذات بيننا واطرد الشيطان من بيننا. اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين. اللهم ارزق بناتنا الطيبين. أمين. وارزق أبناءنا الطيبات بسر قولك الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. اللهم ارزقنا دوام الإقبال عليك وحسن الإقبال عليك. أمين. واكفرنا شر وسوس الشيطان وقنا شر الإنس والجان واخلع علينا خلع الرضوان وهب لنا حقيقة الإيمان وتولى قبض أرواحنا بيدك عند الأجل مع شدة الشوق إلى لقائك يا رحمن. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الأمانة والودائع. نلتقي معكم على خير إن شاء الله. أستاذ خالد مستشار خالد أشكرك جدا جدا والكلام والحوار معك جميل جدا حبيبي. الله يكرمك وإن شاء الله نبقى مع بعض تاني يوم الجمعة شرفني. الساعة 12 إن شاء الله لغاية الساعة الواحدة صباحا. شكرا. والحلقة اللي بنوه للمشاهدين الحلقة الجاية إن شاء الله هتبقى بعنوان كسب المال فجهزوا نفسيكم. نشكركم. كنت مع حكاية على الهواء.
تقديم حسام الرفاعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.